التمارين الرياضية بتتحكم ازاي في الوزن؟ الموضوع ببساطة وبسهولة خالص، عشان يعني احنا عندنا الجسم بياخد نظام غذائي تمام وبيهلك طاقة. ان الاتنين اصبحوا زي بعض بيثبت الوزن. ان الحركة واللي خارج اصبح اكتر الوزن بيقل، ان اللي داخل اصبح اكتر من الحركة الوزن بيزيد. ايه المطلوب مننا؟ ان احنا نوصل لاما نثبت الوزن اذا كان الوزن مناسب، او ان احنا نقلل الوزن اذا كان الوزن زيادة. بالظبط. الموضوع بسيط خالص. الوزن ده يا كابتن بيجي مع نظام اكل معين ولا ده ملوش دعوه؟ طبعا يعني الموضوع مختلف ما بين شخص وشخص. اذا كان هو طبعا شخص رياضي، والرياضة بتنقسم لمجرد ممارسة، لهاوي، لبطل عالم عايز يحافظ على وضعه، طبعا بيبقى ليه نظام قاسي جدا ما فيهوش هزار يعني. لكن بعض احيان برضو بنرجع نقول ان انا مش الهدف ان انا احرم الجسم من اي شيء. الهدف بس ان انا اوصل لان انا اظبط معدل التغذية بتاعي عشان ما يبقاش فيه زيادة في الوزن. اذا انا قدرت اوصل للموضوع دوت عن طريق بقى، لو ما كنتش قادر اظبطه بخش على اي حد متخصص بيعمل لي برنامج حسب بتابع مع احتياجي. دكتور يعني تابع مع دكتور متخصص. طبعا، وده الافضل. حد متخصص في التغذية يقدر يظبط لي وزني ويقول لي انت الوزن المثالي بتاعك المفروض يبقى كذا بالنسبة للطول بالنسبة. وفي الحالة دي طبعا انا بحاول اوصل للوزن ده واثبت عنده، مظبوط. لان طبعا الوزن دوت هو اساس حياتي المستقبلية وصحتي بالظبط. وحملي على وبيساعد المفاصل. الانسان انه يعني كل شيء يتحرك في كل كل حاجه، شيء يبقى كل شيء، سلس في حتى الحركه. نفسيا الواحد لما بيبقى يعني. احنا بعض الاحيان مثلا لما انا هديك مثال عني انا شخصيا من فضلك اتفضل حضرتك يعني. اتفضل. يعني طبعا احنا في الجائحه بتاعت كورونا انا معدل وزني زاد، طبعا. لان ما عشان كانش فيه ما كانش ممارسه. فيه ممارسه طبعا، كان قعدنا ممارسه فتره في طويله البيت في البيت. بالظبط. طبعا انا بحاول ارجع طبعا لوزني اللي هو المثالي. بضطر امشي كتير في البدايه. لازم بالنسبه لي انا مثلا الوزن ما يقلش عن المشي ما يقلش عن نص ساعه في اليوم، قد ده يزيد يوميا يعني، قد يوميا ماشي يزيد كده. لكن بالنسبه لشخص تاني ممكن ربع ساعه كافيه. لكن اللي عايز تختلف من يحرق الجسم لجسم. معدل الحرق، لان احنا يعني لما عايزين ننزل في وزننا احنا بنتكلم في معدل حرق دهون. الدهون مش هتبدا الجسم يحرق فيها الا بعد نص ساعه من المشي. فلازم اذا كنت انا مستهدف ان انا احرق دهون في الجسم عشان انزل بوزني، يبقى المشي المنتظم مش اقل من نص ساعه عشان ابدا احرق في الدهون، لان هي بتحرق يعني بتبتدي نحرق في السكريات الاول اللي موجوده، بالظبط. وبعدين نبتدي نحرق في في النقطة دي يا الدهون. كابتن